منصات التواصل الاجتماعي وبمجرد تصفحك في مواقعها الإخبارية أو الصفحات المتنوعة يتاح لك حرية التعليق والتعبير عن رأيك بما تجده مناسبا، لكن في العراق قد يكون الوضع مختلفا بعض الشيء، فربما تعليق لك في المنصة يتسبب بسجنك أو قد تواجهك قوامة عشائرية على سبيل المثال. فما هي القصة؟ يوم أمس تناقل ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطعا مصورا لإحدى العشائر العراقية وهي تحاصر منزل شخص من عشيرة أخرى، والسبب تعليق له على منصة فيسبوك. نعم، عشيرة شمر، وبعد رؤيتها تعليق لهذا الشخص في الفيسبوك وهو يتحدث عنها وينتقدها أثار غضبها وقررت أن تذهب إلى منزله وأن تهدده من أمام باب المنزل. لنتابع. عم عليكنا متروجدة على راسك، اسمع الشوت سأل راسك أو ابنك يعلقنا بالفيس تعليق لا علاقة زين أو مو بحق شمر. عمي، هذا الحكي أنت ويانا خط أحمر صدق بعد. أهلا وسهلا، جزاك الله خير الجزاء. اسمعني، إحنا شمر عشيرة عريقة قبيلة، احنا اليوم بحلقنا دم متروس على راسك، وانت تجي تعلق علينا تعليق غير لائق، هذا مو صحيح. هذا ابنك عمي، انا اسمع اسمع اسمع، اسولف اسولف اني اسولف باسم شمر. ما اسولف ابنك تجاوز وسكت، انا اسولف باسم شمر. اسمع الخالي، عندنا رسالة جاية من بلد، انا اوجه لك رسالة، خل تسمع حال الوادم وخل تسمع حال العرب كلها. عفوا الاحتيال، الاحتيال مدروس حلق الدم، مدروس حلق الدم، مدروس حلق الدم، مدروس حلق الدم، خل الاعلام. حلقنا متروس دم، هكذا عبر أحد شيوخ عشيرة شمر أثناء تواجده أمام باب منزل الشخص الذي علق عبر الفيسبوك واعتبر تعليقه مهينا أو مسيئا وغير لائق. وأيضا وجه الشيخ رسالة إلى عشيرة الشاب وهي عشيرة مياح وإلى كل من يسيء لشمر بأن ما حدث خط أحمر ولا يمكن قبول الإساءة على الإطلاق. طبعا مقطع الفيديو الذي شاهدناه لاقى رواجا واسعا وانتشارا في السوشيال ميديا وتفاعل معه الناشطون بردود أفعال كثيرة، رصدنا لكم بعضا منها. وهنا تعليق لحمزة عبد الجبار، يقول حمزة في تعليقه: أخاف أعلق ويصير بي مثل هالمقرود، بس ما أقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل على من يدور ورا سوالف التعبانة. لو هيش بيكم خير روحوا على الحكومة. وأيضا التعليق غير يعبر عن رأي الشخصي أو وجهة نظر، إذا ما تتحمل الحشاية لعد شكو ناشرها. ويضحك شعب ما الحرق. تعليق آخر من باقر، يقول باقر: ليش ينطي مجال للرجال يرد يبين وجهة نظره؟ أقول له بالحكي
كلنا نعرف الشمر عشيرة كبيرة، ولكن بنفس الوقت بيهم ناس تقال يعرفون يحشون ومن يطلبون حق مو بهاي الطريقة. فهموا الناس مو بكبر العشيرة والهوسة، وإنما بالمسامحة. تعليق آخر من أبو عبد الله الجبوري يقول: قاعد يقول لك حلقي متروس دم، وإحنا كلنا نعرف شنو اللي صار لولادهم، انذبحوا وبدم بارد والدولة ما أخذت حقهم. خلوا نفسكم بمكانهم، عافية شمر، لا تسكتون عن حقكم، وأنتوا خوش زلم ومعدلين وعداكم العيب. تعليق آخر من أمير محسن يقول: لو أكو دولة تمام ما كان كل من هب ودب قام يزامط بيها. ويقول له تعليق غير لائق بالفيس: كان استحيت، والله عيب اللي وصلنا له، وهاي عود إحنا بلد ديمقراطي. ويضحك: سلموا لي على الديمقراطية مالتكم يا بعد بيتي.